مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعين موقع المصري اليوم، مساء الجمال. والمساء الجميل دايما بيكون من الحاجات الجميلة والفن اللي هنقول كل يوم والتاني بنشوف مبدعين موجودين معانا في مختلف المحافظات. معانا من محافظة بورسعيد ومعاكم في تغطية حية جديدة من داخل جبال الملح، الصناعات اللي بدأت تظهر بعد ما ظهر جبال الملح في محافظة بورسعيد. عايزين نقول لكم ان اللي قدامنا ده تميمة النجاح بالنسبة لصانع المشهد. اللي قدامنا ده من الملح يا جماعة، البورتريه اللي قدامنا عايزين حضرتك تحركونا، ده من الملح، ده ملح، ده مرسوم بورتريه على الملح. اهو قدامنا البورتريه مرسوم على الملح، النجم محمد صلاح اللي بيعتبر بالنسبة لنا كلنا تميمة نجاح. هنقول لك اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، وبنرحب بيك على شاشة مصر اليوم. عرفنا بنفسك. انا اسمي عمرو فتحي، عامل تفوحات من الملح. الاول نتكلم على محمد صلاح. تمام. انت قلت لنا ان ده بتعمله ازاي او بترسمه ازاي على الملح، وازاي ان ده عباره عن ايه اللي هو مرسوم عليه؟ هو الفكره اللي انا عامل الملح ده ما بيدوبش، ما بيسحش، ما بيحصلوش اي حاجه، يعني لو حط عليه ميه ما بيدوبش. تمام. فالفكره اللي عملت خامه جديده وغريبه على الناس، اللي هي عباره عن ايه؟ ملح. تمام. فالملح ده نقدر نخليه مثلا بورتريه زي محمد صلاح، ايقونه النجاح بالنسبه لي. وفي نفس الوقت برضو عامله. طب هات لنا ده كده، ده معمول بالرصاص ده ولا بايه؟ لا ده عامله بالمكن الليزر. تمام. واقدر اعمل اي بورتريه بصوره، يعني اي حد فينا ممكن يجيب لك صورته. بالزبط. وانت تقوم حاطط فعلاً الصوره على القالب ده، قالب ملح. بالظبط كده. يعني اللي قدامنا ده قالب ملح لكل مشاهدينا ومتابعينا، وده مرسوم عليه الصوره اللي انت عايزها. يعني ممكن يكون النجم المفضل بالنسبه لك، ممكن يكون صورتك انت الشخصيه. بالزبط. تعرف تعملها ليزر حضرتك او بتعملها ازاي؟ بعملها بالليزر. تمام. وبيبقى الشكل جميل، ونقدر نلونه ونقدر نعمل حاجات كتير فيه. الماكينات الحاليه دلوقتي بتوفر وقت وبتوفر مجهود، وفي نفس الوقت بتساعد الفنانين على ايجاز وقتهم في يعني يطلع حاجه كويسه جدا من الفن. تمام. انت بتختاري، انت حضرتك اخترت الملح وابتديت تعمل منه صناعات مختلفه، صح كده؟ هي الفكره في الاول خالص كانت 2016 ازاي اعمل منتج من الرمل. وخدت المركز الاول من اكاديميه البحث العلمي ويمكن دوت كوم، كان مسابقه، فالحمد لله طلعت المركز الاول على مستوى الجمهوريه كلها ما شاء الله، واخدت جائزه ماليه وتقدير وشهاده تقدير من اكاديميه البحث العلمي ويمكن دوت كوم. بعد كده جبال الملح اديت لي فكره ان انا اعمل المنتج اللي انا كنت عملته قبل كده، فعملت المنتج والحمد لله بعد فتره طلعت المنتج زي الرمل بالظبط واحسن كمان. وعملت كذا استخدام بقى، يعني انا عملته مش رمل بس. هنحاول نقرب بقى من المنتجات دي، واحنا اتكلمنا معاك واتكلم حضرتك اوصف لنا. احنا شايفين حاجات كتير، يعني تمام. مثلا ايه دي؟ دي فواح العربيه جديده برضو حصريه. طب بحيث قربها من الكاميرا هنا، حطها ايدك هنا. ايه دي؟ عباره عن ايه؟ انت بترشها؟ دي فواح العربيه. انت هي مخرومه بشكل اسطواني او صح كده؟ هي جواها كده البارفان انت حاطه فيها. وفي نفس الوقت ما بيتقلبش، يعني انا عايز اوريكم اللي هو مش هيتقلب. حضرتك الكاميرا هنا. أوكي. ايوه كده تمام. حرك ايدك كده. تمام. اهو موجود، اهو بيتحرك اهو، وفي نفس الوقت ما بيتقلبش. ما بيتقلبش، يعني انت ما بتحط، وريها لنا تاني. اهو موجود تاني اهو، بيتحرك. يعني انت لما بتحط فيها بتتحط اي نوع برفان مستمره. ايوه. بتتعلق في العربيه وتحط فيها البرفان وما بينزلش منها. ما يتكبش. وتعمل ريحه. بتعمل ريحه جميله جدا، وفي نفس الوقت بيبقى بعيد عن الحساسيه والحاجات. طب دي ده إيه؟ فيها مواد طبيعيه، ما بتعملش حساسيه او تهيج للشعيرات. دي فواحه وما يعني من الملح. ايوه فندم. طب ليه الملح بيقولوا بيخرج الطاقه السلبيه؟ عن ايه اللي احنا جايبينها بالكاميرا دي؟ دي فواحات تتحط في البيت، انا بحط المعطر في النص. في النص، وبنما الفواحه بتشتغل بالكهرباء المعطر ذاتي. يعني مش شرط، يعني عفوا لكل الساده المشاهدين انقطاع البث بسبب الشبكه. معاكم تاني للحاجات اللي محدش يعرفها، يعني في ناس كتيره جدا ما تعرفش ان احنا عندنا منتجات بتستخرج من الملح.
عايزين نركن كل الاشكال اللي قدامنا دي من الملح. عرفنا ان في فواحه بيتحط فيها، امسكها تاني. اتكلمت ماسك الاستاد. دي بيتحط فيها العطر، ورينا حضرتك. انا بحط فيها المعطر بالشكل ده كده، وهي بعد كده بتبدا تعطر البيت. يعني الملح ده بي يعني بي هنقول بينشر الريحه بالظبط لوحده من غير حراره، من خلال اكتساب درجه الحراره ومن خلال التردد اللي موجود في الملح. تمام. نقدر نقول اللي انا بوفر كميه كبيره جدا من ده نفس فواحات. فواحات كل من دي من برضه ملح ولا دي ماده اخرى؟ مواد طبيعيه من العطار، بجيبها من العطار، بحيث ان بيخلي الملح ليه اشكال كويسه او شكل جميل. طب ما توريني كده ايه الدواير دي؟ دي عباره عن برضه فواحه؟ دي فواحه برضه يا فندم. بحط فيها العطر في النص. بحط فيها العطر في النص كده. وتتحط في البيت؟ ما بتدوبش. ما بتدوبش. اتفضل. بوفر بدل ما برش على السجاده او على الستاير او على الكنب، لا ده انا بحطه هنا هو يبدا يبخر الريحه المعطر بالذره. احنا عايزين نقول لك بس، معلش هنقول لك، معلش اتحرك معانا كده ورينا ايه ده كمان. تمام. احنا شايفين اشكال غريبه يعني شبه الصابون شويه. ايه ده؟ دي احنا عاملينها صابونه. هات ايدك تحت الدوره الدمويه. بتنشط الدوره الدمويه، بتفتح المسام، بتشيل الجلد اللي انا قلت عليه اللي مات من الكعبين. يعني دي زي السكراب بتاع الرجلين؟ ده سكراب. وفي ناس يعني هنقول بالبلدي زي الحجر اللي بيتباع. الحجر اللي بيتباع بيجمع بكتيريا وفطريات. ده لا، ده لا، ده لا، ده حجر للرجلين. تمام. وده حضرتك ايه؟ ده وده برضو للبشره، يعني ده للبشره. استنى استنى كده، ده للبشره يعني بتتحط على الوش، سكراب الوش. ايوه. طب هات ايدك كده للكاميرا، يعني دي تتحط تتفرق على جلد البشره؟ ايوه، بزيت زيتون مثلا او زيت اللوز. يعني نحط عليها زيت لوز او زيت حاجه ونفرك بيها على الجلد. بتعملي مساج، بتعملي مساج للبشره، وفي نفس الوقت هو بينشط الدوره الدمويه، بيشيل البثور السوداء، بيشيل الجلد الميت، بينشط الدوره الدمويه، بيعمل كل حاجه. ما شاء الله. طب ورينا الهلال ده عباره عن ايه برضو؟ ده برضو نفس الفكره بس هنا في الكاميرا. ده نفس الفكره بس من الاكتاف الى القدمين، يعني هو اصلا الجسم. ده التلات درجات، يعني ده ناعم، ده اخشن، ده اخشن خالص. كل ده منتجات ملح، يعني ده ملح بس، يعني ده كله من الملح. كله ده ملح. يعني المكعب ده كله ملح، وده وده بس. ده مخصص للرجلين، المربع ده للرجلين. ايوه بالظبط. والسكراب للرجلين، والهلال ده سكراب للجسم، وده للوش او للبشره. ما بيدوبش، ما بيدوبش، ما بيسحش، ما بيحصلوش اي حاجه. وحتى التفاعل الكيميائي او التفاعل، انتوا عاملينه اكيد معالجينه كيميائيا. هل المعالجه الكيميائيه اللي انت عاملها ما بتاثرش عليه خالص، ولا تاثر على البشره اصلا؟ ما شاء الله. يتحط عليها اي كريم او بالظبط. ايوه بالظبط. اي سيرم، اي زيت حضرتك متعود عليه. طب ايه الورد اللي هناك ده؟ الورده الصغيره دي ايه؟ دي دي فواحات صغيره. فواحات. طب ايه بقى ده؟ ده بادي كير. طب ورينا للكاميرا كده، معلش احنا مثبتين عشان في حاجات كده ده عباره عن ايه بقى؟ انا بحط مثلا كركم مع معطر، بحطه في البانيو او بحطه للقدمين، بيخلي القدمين ريحتها كويسه. تمام. بيشيل الفطريات والبكتيريا. كل ده برضو من جبال الملح. كل ده ملح. كل ده من الملح. ايوه، وانا الوحيد في العالم اللي بعمل الشغل اللي هو زي ده كده، زي ما حضرتك شايفاه. القوالب السكراب. ده عايزين نسالك ايه النجفه دي او مش عارفه دي بقى. انا الوحيد اللي عامل اللمبه دي، لمبه من الملح. الملح. ايوه تمام. بتنور بالملح. اي بالظبط، بديلا عن الاباجور. الاباجور اللي هي معروفه. ده ملح. ده ملح بينور. وفي نفس الوقت الملح قلت لنا جمله مهمه جدا، قلت ان لا ده اللمبه دي لما بتسخن بتبعت الايونات الضاره من الجسم. بيحيد، يعني الايون اللي بيطلع منها بيعادل او بيحيد 20 ايون ضار من الموبايلات والاجهزه الالكترونيه. يعني ده التفسير العلمي لل قلت لنا هات الكاميرا كده بس عشان الشبكه. احنا بنعتذر للساده المشاهدين لان هنا المنطقه لانها تعتبر في شرق بورسعيد وفي مدينه بورفؤاد، فالشبكه فيها ضعيفه شويه. اللمبه اللي قدامنا دي يا جماعه معموله من الملح، وقال ان هي ليها فايده قويه جدا. الايونات السلبيه اللي بتبقى موجوده في الموبايلات في البيوت، الطاقه اللي بتخرج من السخونيه بتاعه اللمبه دي يا جماعه
اتفضل. بحيث الايونات اللي طالعه من الموبايلات بتعمل اللي هي بتمسك ذرات الاكسجين اللي هي تتحرك بسهوله ويسر في الغرفه، فبالتالي اما حد بيدخل للبيت بيلاقي اللي نفسه مش كويس قليل، فبالتالي دي اما بتحيد الايون، يعني الايون ده بيقضي على 20 ايون طالع من الموبايل، فنقدر الانسان يقدر يتنفس تاني الاكسجين بشكل اسهل. طب معلش سؤال، بيفرد نفسه الملح ده ما يسهش؟ لا ما بيسهش ولا يدوب من الميه ولا يحصل له اي حاجه. وتنور عادي خالص، وتنور عادي خالص. وعلى كده دي زي تبقى موفره للكهرباء ولا موفره للكهرباء؟ لان بتشتغل ب 5 واط او 3 واط. يعني احنا مثلا ممكن نقول ان احنا ندخلها، ان ممكن نشغلها سهالي والناس في الغرفة والناس. ايوه بالظبط. تخرج الملح طلع ليه حاجات كتيره جدا ما نعرفهاش، وكنا مفتتحينها بالرمز ده. حلو قوي ان انت تشوف صورتك مرسومه على لوح من الملح. انا بحب محمد صلاح. وانت بتحب محمد صلاح، كل مصر بتحب محمد صلاح، هو رمز لينا كلنا طبعا. طبعا هو ورانا حاجه حلوه قوي. انت ممكن ترسم المشهد جميل، والاشكال اللي قدامنا جميله، وسبحان الله تعالى الملح البورسعيديه طوروا من كل حاجة، من جبل الملح ومن جبال الملح، عملوا منه حاجات كتيره جدا نستخدمها استخدامات شخصيه واستخدامات علميه، وكل مدى العلم بيتطور، وعندنا نماذج كتيره جدا من البورسعيديه اللي بيعشقوا محمد صلاح وبيعتبروه رمز. وكمان بيقول لك لو انت عايز تحط صورتك على برتريم الملح وتعلقه في بيتك، هات صورتك وتعالى بورسعيد واحتفظ بصوره للعمر كله، الصوره دي مرسوم عليها صورتك على هنقول برتريم من الملح في جبال الملح. حاولنا نوريكم جمال بورسعيد وجمال بلاد جبال الملح، وحاولنا نوريكم ان البورسعيديه كل مدى بيطوروا من نفسهم وبيخترعوا حاجات كلها تعتبر متميزه وجديده من جبال الملح. كنا معكم بالبث المباشر.